وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج من بلد لبلد. احنا بنكمل حلقتنا اليوم في مدينة نابلس. لما نذكر اسم مدينة نابلس بتبادر فورا إلى الذهن لقب المدينة المرتبط بالمقاومة والعزة والفخر، وهو جبل النار. ولهذا اللقب قصته الحقيقية التي تختلف عن القصة الأسطورية لاسم المدينة. وبين اللقب والاسم يرتبط ذكر المدينة بالموقع الجغرافي الذي عرفت به دائما، فهي بين جبلين جرزيم وعيبال. كل شيء هنا له قصته في هذه المدينة العريقة والهامة والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى آلاف السنين، وكانت لها سحرها ووجودها ودورها في كل حقبة من حقب التاريخ. خلونا أنا وياكم نتجه هلأ لبير النبي يعقوب. وصلنا بير النبي يعقوب. هاي كنيسة بنيت في القرن الرابع للميلاد، ثم رممت وأضيف إليها أبنية مختلفة بالقرن السادس والقرن الثاني عشر، وأخيرا عام 1908 للميلاد. ويوجد داخل الكنيسة في قبو تحت الأرض بئر قديم، وقد مر به السيد المسيح في قصته مع المرأة السامرية. يقع بئر يعقوب في الطرف الشرقي لمدينة نابلس في منطقة بلاط البلد على الطريق الرئيسي. تعالوا معاي لنشوف الكنيسة جوا وننزل على البير تحت. هاي الصورة بتجسد الخوري اللي كان عايش ببير النبي يعقوب عام 1979، وقام مستوطن بضربه بالبلطة 37 ضربة على جسمه لحتى مات. وهي موجود هلأ أنا وياكم رح نروح نشوف محنطين جثمانه بتابوت بالكنيسة. تعالوا معي. هلا احنا بدنا ننزل على القبو اللي تحت الارض اللي موجود فيه البير، ونعمل مقابله مع ابونا ليخبرنا قصه السيد المسيح مع الامراه السامريه. أهلا وسهلا فيك أبونا ببرنامج من بلد لبلد. هلأ إحنا موجودين ببير النبي يعقوب، خبرني عن هذا البير وقصته. أهلا وسهلا. في محل مقدس لثلاث الأديان، لسعد المحل بيأمنوا ثلاث الأديان، يهودي مسيحي ومسلم. هذا البير بكل بير يعقوب لس نفسي نبي يعقوب مزبوط فتح للبير هذه قبل 4000 سنة، والسبب بنت دينا راح تجيب المية من العين البلاطة ومسك سيخار ابن حمور اللي هو كان ملك لكنعاني. عمل ازمة، عمل هو ابو 3 ايام، رجع بعد 3 ايام في دار ابوه، زالت ابوه وفتح للبير في نفس العرض تبعه، مشان ما بتروحش ولا بنته ولا بنات ولا نسوان ولاده في العين بلاطة. وظلت بير متسبل لألفين سنة قبل ما أجا يسوع المسيح. يسوع المسيح بعد اللي مات تبعه في نهر الأردن من يوحنا المعمداني مارك من أبي طريق مشان ترجع في البلد اللي هي كان ناصرة. سيات ناصر دوخر عطشان
من الشوب من الشوب ومن طريق كتف البير وبستنى بتيجي حدا تطلب مية منه مشان تشرب. مزبوط ننزل مارة سامرية الإمرأة السامرية مزبوط. شوية غريب كيف واحد سيت بتروح النبى بتجيب المية سي 12 دولار. القانون اليهودي في الوقت ذاك اللي مارة اللي ما كانش دغري وكان بليف شوية كان لازم تضرب حجار لحد اللي بيموت. مشان هذا هي كان جاي في الوقت الشوب مشان ما بنلاقيش ناس في طريق تبع. لقيت يسوع المسيح هون. يسوع المسيح طلب المية منا مشان تشرب. هي استغرب وكل كيف عندي واحد يهودي تطلو مية من مارة سامرية. شكرا كثير لك أبونا وشكرا كثير على هاي القصة الجميلة اللي سردت لي إياها. محلكو داركو تسلم. أكيد أكيد شكرا. أنا بكرة بقى بكرة بموت ما بخطيش. لا طولة العمر إلك. طولة العمر إلك. شكرا كثير لك أبونا. تسلم يا. شكرا. أهلا وسهلا. خلصنا جولتنا ببير النبي يعقوب وسمعنا القصة الرائعة من أبونا وهلأ بدنا نتجه لطل بلاطة. تعالوا معي. تتجول في نابلس فأنت إنما تتجول بين الأساطير والقداسة والتاريخ. كل شيء هنا له اسم، له جذر عميق، وكل مكان هنا مثقل بالقصص التي يحملها. هلا إحنا موجودين في مدينة شكيم الكنعانية اللي بتقع فوق تل بلاطة. هلا زي ما أنتم شايفين هاي البوابة الشمالية الغربية لمدينة شكيم اللي هي نابلس قديما. تعالوا أنا وياكم لنشوف تاريخ هاي المدينة. تل بلاطة في قاعة معروض عليها بروجكت عشان تحضر فيلم شكيم الكنعانية بهاي القاعة، فأنا بنصح الكل يجي ويحضر هذا الفيلم. مشينا على هذا التاريخ وشفنا شكيم الكنعانية التاريخية، خلينا نروح هلأ على مقابلة سريعة مع الأستاذ نصير عرفات ليخبرنا عن تاريخ نابلس وبعدين ننتقل للسمرة. تعالوا معي. أستاذ نصير أهلا وسهلا فيك في الحلقة الجديدة لمدينة نابلس. إحنا كنت معانا أنت في الحلقة تبعت البلدة القديمة وعطيتنا المعلومات الرائعة عن البلدة القديمة. اليوم إحنا بمدينة نابلس بدنا نحكي عن السمرة، بدنا نحكي عن بيت فلسطين، وأيضا بدنا نحكي عن تل بلاطة مكان مدينة نابلس القديم، وأيضا بير النبي يعقوب. بداية بديك تخبرني قدي مساحة نابلس وعدد سكان أهل نابلس وتاريخ نابلس من وين إجا الاسم. أهلا وسهلا. نابلس هي شكيم الكنعانية،
وتاريخا يعود أصلها إلى حوالي 5000 عام مضت. موقعها إلى الشرق من موقعها الحالي فيما يعرف بتل بلاط الأثري، وكان بداية اكتشافه عام 1903 على يد رحالة ألماني زار المنطقة واكتشف ما كان دولة مدينة أو دولة مدنية. هلأ اتوسعت مدينة نابلس، كانت بجزء تضم فقط البلدة القديمة وأجزاء من جبل عبال، وهلأ صار في توسع كتير كبير وأكيد زاد عدد سكانها. قد يقدر عدد سكان عدد مدينة سكان نابلس؟ المدينة حاليا حوالي 180 ألف نسمة، بضمنها المخيمات الأربعة الموجودة ضمن حدودها، وامتدادها نحو الغرب هو الأكثر جذبا في الوقت الحالي. قد ايه مدينة نابلس بوجود الـ الـ الأماكن الأثرية اللي فيها والتاريخ اللي فيها بجذب الناس لبرا؟ يعني يوجد عندنا جبل جرزيم اللي فيه إخواننا السمرة، يوجد أيضا بير النبي يعقوب، كل هاي الأشياء، برضو قصة نابلس اللي هي جبل النار، كل هاي القصص وكل هاي الأماكن التاريخية قد ايه بتجذب سياح لمدينة نابلس؟ يعني حقيقة النظر إلى نابلس كمدينة تاريخية أصيلة لا تزال تحافظ على تراثها، لا يزال أبناؤها يحافظون على تقاليدهم وعاداتهم، لا يزال فيها روح وعبق التاريخ الأصيل، إلا أنه يعني ينظر البعض إلى عدم قدوم أعداد من السائحين الأجانب إلى هذه المدينة نظرة سلبية، لعل لي نظرة مخالفة عكس ذلك. أنا كثير بشكرك على هاي القصص اللي عن جد رح تقوي هذه الحلقة وعلى كل المعلومات اللي ضفت لنا إياها. شكرا كثير لك أستاذ نصير، شرفتونا. شكرا. جبل جرزيم جنوب المدينة والمواجه لجبل عبال، حيث يفصل بين الجبلين الوادي الذي يقسم المدينة إلى شطرين. هذا الجبل الصخري له عدة أسماء غير جرزيم، مثل جبل البركات، جبل القدس، وجبل الملائكة، والجبل القديم، وبيت الله، وأيضا جبل الرحمة، وهو قبلة أبناء الطائفة السامرية ومكان توجههم لأداء عباداتهم، فهو كذلك مكان الذين يحجون إليه وعليه يقدمون القرابين في عيد الفصح المقدس عندهم. ويقولون أن جرزيم تعني الفرائض، أي الجبل الذي تقام عليه الفرائض الدينية لديهم. خلونا أنا وإنتوا نروح نشوف المتحف اللي موجود عند السامريين ونقابل الكاهن هناك لنتعرف أكثر عن السامريين. تعالوا معي. احنا هلا موجودين في المتحف السامري، وزي ما انتم شايفين في مجسم يمثل الجبل المقدس، وهو طبعا جبل جرزيم، وايضا هون في جزء من التوراة اليهودية اللي بيعود تاريخها الى ما قبل 400 سنة. هي نسخة من الكتاب المقدس اللي هي التوراة السامرية، وأيضا هون كتاب الفلك السامري. على كل أن السمرة معروفين ومشهورين بعلم الفلك، وهذا رح نناقشه الموضوع مع الكاهن هلأ بس يجي. وهي طبعا لغة السامريين، اللي كل حرف من الأحرف اللي موجودة في لغتهم بتدل على عضو بالجسم، وأيضا رح نفسره أكثر هلأ مع الكاهن. يا
بداية أهلا وسهلا فيك كان حسني في برنامج من بلد لبلد. إحنا هلا موجودين في المتحف السامري. بداية من هم السامريون؟ السامريون هم السلالة الحقيقية لشعب بني إسرائيل. قدموا مع شعب بني إسرائيل منذ 3654 وعندما حلوا في الأراضي الكنعانية هون، بعد 260 صار الخلاف الأول بين على خلفية الكاهن الأكبر، وبعد ما الملك سليمان بنى الهيكل في القدس نكاية بالسامريين، انقسمت الدولة العبرية إلى قسمين، مملكة يهودا وعاصمتها القدس ومملكة إسرائيل وعاصمتها نابلس. كانت سباستيا بعدين تحولت لنابلس. نابلس كانت رئيسية. هل صحيح أنكم تملكون أقدم توراة في العالم؟ ما يملكه السامريون لا يملكه أي إنسان في الوجود. نحن نملك أقدم توراة موجودة في العالم عمرها 3640 سنة، وكاتبها الرابع من هارون، أبيشا ابن فنحس ابن إلعازر ابن هارون شقيق سيدنا موسى. نحن السامريين نملك أقدم تاريخ في العالم. أنا سلالتي 164 سلالة من آدم إلي، أخي بيكون الكاهن الأكبر اسمه عبد الله واسف، سلالته 163 أنا 164. كل التاريخ من آدم لعند الكاهن الأكبر موجود عندنا قدامك على اللوحة. طب ما هو الفرق بين التوراة السامرية والتوراة اليهودية؟ هناك 7000 خلاف ما بين التوراة السامرية والتوراة اليهودية. التوراة السامرية التوراة الحقيقية لشعب بني إسرائيل، منذ يعني مكتوبة باللغة العبرية القديمة. بعد ما إجا يعني قبل 2300 سنة عزرا سوفير حول اللغة العبرية القديمة للغة الأشورية، لذلك اليهود ما بيحكوا إلا لغة أشورية، لكن نحن نتكلم اللغة العبرية القديمة هي أم لغات العالم ككل. لغتكم كل حرف، وإحنا عم نتجول هون، كل حرف بدل على عضو في الجسم. بالضبط. لماذا؟ ما مثلا الشين، شو معنى الشين؟ إيمة ثلاث نقط في العربي بتصير سن، تشبه السن. الإيم تشبه العين. الفي تشبه الفم. الريش تشبه الرأس. إذا كل حرف من أحرفنا بدل على أحد أعضاء الجسم، لذلك هي أم لغات العالم ككل. هل صحيح أنكم منذ 3651 سنة لم تغادروا فلسطين؟ أبداً أبداً، ولذلك اليهود بيطعنوا في السامريين بقول على أنكم كوتيين. شو كوتيين؟ عندما إجوا الآشوريين قبل 3000 سنة نفوا 27,000 سامري على قول اليهود إحنا ما بنأمن في هذا الشيء. نفوا. أنا بقول لهم أنا لو سلمت في هذا الأمر 27,000 سامري، لكن السامريين كان عددهم 3 ملايين، لذلك لم يغادروا. ليش عندنا أقدم توراة أقدم عادات أقدم تقاليد أقدم لغة أقدم تاريخ؟ لأنه لم نغادر الأراضي الكنعانية هون أبداً. لماذا جبل جرسيم هو مقدس لدى السامريين؟ جبل جرسيم عندما إجي يشوع بن نون أخذ القيادة من سيدنا موسى، طلب منه أنه 6 أصباط يوقفوا على جبل جرسيم يباركوا شعب بني إسرائيل، والست الآخرين يلعنوا كل من لا يمشي بأوامر التوراة على جبل أيبال. لذلك عندما إجوا على هون بنوا الهيكل على قمة جبل جرسيم، وما زالت أثاره قائمة بهذا السؤال. بعد 260 صار الخلاف الأول، إجي الكاهن عوزي حطوا بالكهف، وما زال لن يرجع هذا إلا لما إجا المهدي، لذلك إحنا نحن بانتظار المهدي. هذه من ناحية واحدة. طبعا هذا اللباس السامري ايام السبت وايام الاعياد، وطبعا يوم السبت بالنسبه للسمر هو اليوم المقدس اللي فقط بيقوموا بالصلوات وبيسخروا فقط لعباده الله. خلصنا جولتنا عند السمرة على جبل جرزيم، ورح نضلنا على جبل جرزيم لأنه بدنا نروح على بيت فلسطين، بيت رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري. تعالوا معي.
وبعد تجوال طويل على هذا السفح لابد إلا أن نصل إلى هذه التحفة المعمارية والتي أخرنا وصولنا إليها كي يتسنى لنا الحديث عن هذا المكان الذي يشاهد من أي منطقة في نابلس والذي يربط على سفح هذا الجبل، جبل جرزيم، جبل الرحمة. إنه بيت فلسطين كما أطلق عليه رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري الذي أنشأه هنا، والذي يقال أنه نسخة أخرى عن فيلا كابرا روتاندا التي بنيت في العصر النهضة في شمال إيطاليا. تعالوا معي لنقابل السيد منيب المصري ويخبرنا أكثر عن هاي التحفة المعمارية الرائعة. بداية أهلا وسهلا فيك سيد منيب المصري في برنامج من بلد لبلد. طبعا إحنا كلنا فخر بوجودنا بهذا البيت الفلسطيني الرائع. سيد منيب، أنت بنيت هذا البيت على جبل جرزيم في نابلس، ليه اخترت بداية نابلس؟ هي لأنه الفكرة جتني ودخلت في راسي وأنا كنت في شيكاغو سنة 1953. كنت في محل أعجبني المحل، قلت إن شاء الله لما أخلص دراستي في أمريكا راح نرجع على نابلس ونبني بيت مشابه للبيت اللي كنت فيه اللي هو المحل في شيكاغو اسمه باليديوم، اللي هو بعد يعني بعد المهندس الشهير الإيطالي اللي عاش في القرن الثالث عشر اسمه أندريا بلاديو. وطبعا خبرت الفكرة لابني ربيع، فربيع خلص من بيركلي كمهندس معماري أو كمعماري، فهو عمل الديتيل ديزاين تاع البيت بعد ما زار الريبليكا اللي موجودة في فينشنزا. فطبعا خبرنا وقتها مرحوم أبو عمار وقال بعد ما شافه وشاف الديزاين قال خلينا نسميه هذا بيت فلسطين. سيد منيب، يوجد تحف فنية رائعة وهي باهظة ليس في ثمنها، في قصتها اللي موجودة هون عندك البيت. هل هي هواية أنك أنت تقتني هذه التحف وتجيبها هون عندك على البيت، ولا شو قصة هاي التحف؟ قصتها أنه لما بدك تقولي بيت فلسطين كل إشي في بيت فلسطين لازم يكون مهم كتير كتير. لذلك على مدى 40 سنة الماضية جمعنا هالأشياء اللي بتشوفيها على أساس أنه تنوضع في بيت فلسطين على جبل جرزيم. أول ما فتنا البيت شفنا البيت الزجاجي اللي موجود في الجنينة. أيوة. خبرنا عن قصته. البيت الزجاجي هو بسموه جردان ديفير، يعني الحديقة الشتوية، وهذا اشتريته أنا من فرنسا، وكان اللي بناه كان نابليون الثالث لصاحبته اسمها ألبرتا الألموني، كانت مغنية طليانية أوبرا، مغنية طليانية مشهورة كتير كتير، عاشت بأوائل القرن التاسع عشر. أنا بشكرك كتير على هاي الاستقبال في بيت فلسطين، وكلنا فخر بوجود هيك بيت على جبل جرزيم وفي نابلس. باختصار نابلس أنا بعتبرها هي جنة في فلسطين. فأنا كثير بشكرك لاستضافتك لإلنا. أهلا وسهلا، شكرا كثير لإلنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. إحنا هلأ موجودين في الدير اللي هو موجود تحت بيت فلسطين. نعم. بديك تخبرني تفاصيل عن هذا الدير. أوكي. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. أهلا. طبعا الدير هو دير بيزنطي بيعود للفترة بين القرن الثالث والسادس الميلادي.
هو عبارة عن سلالة دير من مجموعة أديرة كانت تنبنى أديرة صغيرة في بهذه الفترة تنعمل وهي كلها مترابطة مع بعضها. نحكي عملنا احنا هون موجودين على المكان اللي كانت هي البوابة الرئيسية للدير. للدير نعم صحيح. فبتيجي هون في ساحة، الساحة هون تتفرع منها على الاسطبل الحيوانات ودخول للساحة اللي على حرم الدير داخل الدير. داخل الدير نعم. ايش التفاصيل اللي موجودة بهذا الدير؟ تفاصيل موجودة بهذا الدير كالتالي، عندنا اللي هو المركز الرئيسي الكنيسة، الكنيسة عندنا نتكمل الساحة المكشوفة هون، الساحة كمان قاعة استقبال قبل الكنيسة، معالف الحيوانات، زائد في بركة ماء لتجميع المية موجودين. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم في مدينة نابلس جبل النار، واختتمناها في بيت فلسطين. انتظروني في حلقة جديدة ومغامرة أجمل معي أنا دينا. إلى اللقاء.